حابب اتكلم معاكم عن awarding body كبير جدا اسمه الـ ACCA Association Chartered Certified Accountants، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بالمملكة المتحدة. الـ ACCA هي واحد من awarding body كبار جدا في الـ Financial Accounting أو في الـ Accounting بصفة عامة. احنا عندنا 2 awarding body كبار جدا على مستوى العالم، الـ AICPA ده في الـ States بندي شهادة CBE والأكاب أو ACCA اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. هو awarding body عريق جدا، تقريبا في 1908 يعني بقاله فوق 110 سنة أو داخل على 109 سنة شغال. بيدي شهادات كتيرة جدا من ضمنهم سيرتيفيكت كبير قوي باسمه اسمها الـ ACCA، لكن للأسف ما كانش ليه أي registered learning provider في مصر كلها. الناس كانت بتحاول تدرس أي سيرتيفيكت تبع الـ ACCA كانت بتاخدها دايما سيلف ستادي ويخش الامتحان اونلاين على طول. الخبر كويس ان الـ HBE نجح ان هو يكون اول registered learning provider في مصر للاوردنج بادي الكبير اللي هو الـ ACCA. ده معناه ان النهارده اي حد هياخد preparation course هياخدها بنفس الكواليتي اللي بيديها الـ ACCA around training centers بتاعتها او الشركات بتاعت التدريب على مستوى العالم كله، لان اي كانديديتس من الناس اللي هتبتدي تبقى registered في courses بتاعت الـ ACCA هياخد نفس الكواليتي اللي بيقابلها سواء في الكواليتي بتاع الماتيريال او التكنيكس او عمليه التيوتريشن بصفه عامه اللي بياخدها اي حد اي كانت اي طالب ACCA على مستوى العالم كله. الـ HBE بقى Registered Learning Provider لاربع شهادات مهمين جدا بتقدمها الأكا او الـ ACCA: دبلومه في الايفرس، ايفرس دبلومه، سيرتيفيكت في الايفرس، ايفرس سيرتيفيكت، و certificate في international audit و certificate في business valuation. النهارده تقدر تاخد الفور كورسز دول مع الـ HBE.